خلي الموظف بعيد شوية ونفسي أتكلم مع أصحاب الشركات. فاكر أو عندك حصر بمعدلات الاستقالات في شركتك اللي بيسموها يعني التيرن أوفر؟ إزاي التيرن أوفر عندك بقى عالي جدا كده؟ إزاي مثلاً في الفترة في آخر 5 سنين مفيش موظف بيقعد معاك أكتر من سنة؟ ما نفسكش مثلاً إن يتقال عليك شركة الناس بتكبر فيها؟ ما نفسكش يتقال إنك مش شركة محطة الناس بتروح تشتغل 5 شهور 6 شهور وتمشي؟ أكيد كل صاحب عمل يتمنى ده. Great Place to Work، المعهد اللي كنت بقول لكم عليه، عمل إحصاء لطيف وقال إن 86% من الموظفين عندك غالباً هيحبوا يقعدوا ويكملوا معاك في شركتك عشان بيئة العمل. المفاجأة كمان إنه 88% من الموظفين عندهم استعداد يعملوا مجهود أكتر عشان الشركة، بس لأنهم حاسين بثقة وحاسين بدعم وحاسين إنه بيئة العمل بتاعتهم كويسة. الأرقام مرعبة. الإحصاءات كمان بتقول إنهم هيتعاونوا أكتر لمصلحة الشركة. يعني الحسبة كسبانة بكل المقاييس. خبر حلو كمان، وأعتقد ده خبر حلو للموظفين أو للناس اللي بتشتغل خصوصاً في مصر. في مصر بقى في حالة جديدة من الوعي بموضوع بيئة العمل، بدءاً من الشركات الصغيرة اللي بتقعد تحط على السوشيال ميديا صور الموظفين بتوعها مبسوطين وملبسينهم أرجوزات عشان الدعاية للشركة الصغيرة. لأ، مش قصدي كده، قصدي بيئة عمل حقيقي حلو، قصدي تمكين حقيقي للناس. حسب مؤسسة توب امبلوير العالمية، في شركات مصرية خدت ترتيب في أفضل بيئة عمل لسنة 2020 ولسنة 2021. الشركات دي اتقدرت لأنها وتحطت ضمن أفضل 5 شركات للعمل بعد نجاحات متواصلة في أنهم يوفروا بيئة عمل أفضل لموظفيها.